هذا الرجل يطلب دين وعلى كل واحد يوفي الدين ورافع له حليبه طاهره. هذا الرجل يطلب الفقراء، يطلب الاحرار، يطلب المساكين. هذا الرجل دافع ما دافع وعرض نفسه الى الخطر بسبب الفقراء. وهذا الرجل نزيه قسما بالله وما علي قبار وما علي شاهده ابدا. هذا الرجل يطلب جميع واحد عراقي حر لازم يوفي الدين. واحنا باسم الفقراء، باسم الانسانيه، باسم الله سبحانه وتعالى، الناشد القضاء العادل ورئيس المحكمه الاتحاديه الاستاذ فائق زيدان، استجيبوا لمناشداتنا. لا تستهينون بشعبكم، بولدكم، من يناشدونكم. استجيب لمناشده الشعب وولدكم ولا تستجيب للمسؤولين. لان الك عند الله. هذا الرجل يوما من الايام عرض نفسه للخطر وحاليا هو بالسجن بسبب الفقراء، بسبب دفاعه للفقراء، بسبب دفاعه عن الكميه. انا كم مره مشتكي على وزاره التجاره؟ قسما بالله اللي جاي يعطونه للشعب العراقي وزاره التجاره ظلم. والله العظيم ما جايه على بشر. والله العظيم وزاره التجاره اللي حاليا هو هسه بسببها بالسجن، اللي جاي تطلع علف للحيوان. والله العظيم علف مال حيوان تعطيه للشعب العراقي المظلوم المساكين. زين ليش ما تحاسبون وزاره التجاره؟ انا اشتكيت وطلعت التمن والدوده هاطوها، ليش ما حد شكاني؟ حاليا هسه هذا النائب هذا السلامي بالسجن بسبب الفقراء، بسبب المساكين، بسبب الاحرار. على كل شريف وعلى كل حر يوقف ويا هذا السلامي. والناشد باسم الانسانيه، احنا املنا الوحيد الله سبحانه وتعالى، عينه بعين الله وعينه والقضاء العادل والنزاهه. احنا ناشد القضاء، احنا ولدكم ناشدكم، ليش ما تستجيبون؟ مناشده باسم الله، باسم النبي محمد، باسم اهل البيت، تطلعون هذا الرجل. لان هذا الرجل السند الحقيقي للفقراء، السند الوحيد للمساكين، السند الوحيد للعوائل المتعففه. ليش؟ لا حول الله. وناشد النواب ممثلين الشعب، اذا انتم ممثلين الشعب اخوكم هذا بالسجن والحبل دوار. والله العظيم طبعا اشكر النائب مصطفى سند، امس شفت له وقفه مشرفه والله ما الرجال. فاناشد النواب الشرفاء، طبعا هم على قد الاصابع الشرفاء، اناشد النواب الشرفاء ان يوقفون وقفه مشرفه لاخوهم. ويريد الفساد اليوم، الفساد ترس العراق. واذا تدورون على النواب فاسدين، شو النواب طلعت من عندنا رعيان، الله وكيلك سارح لبصخور اثنين، كيف لك العباس وهسه مليارات وعمارات. حسبي الله ونعم الوكيل.